احد كيف نساك. اعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر خلعها للحجاب بعد انفصالها عن زوجها مشعل الخالدي في كانون الثاني من العام الماضي. وظهرت أميرة وهي ترقص في فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع سناب شات دون حجاب، لافتة إلى أنها قررت خلع الحجاب نهائيا حتى تتفرغ لحياتها وتعيشها بشكل جديد. يا هلا والله حبايبي، كيفكم؟ خلاص قررت أني أطلع كذا، حس أنه لايق علي كثير، كان ظالمني مرة الحجاب باللوك الجديد. طبعا الحجاب كانوا مسويني عجوزة. وغير هذا يا حبايبي، يعني بعد انفصالي بشكل رسمي أبى أشوف حياتي، صح؟ كفي من ظلمين بهذه الحياة. خلص أنا بعد انفصالي بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي، هو بطريق وأنا بطريق. وأضافت أن الحجاب كان لا يظهر جمالها ويجعلها تبدو كعجوز وليست شابة، موضحة أنه وبعد انفصالها رسميا تريد أن تبدأ بشكل جديد ومختلف كليا. بعيش حياتي، بشوف حياتي، أقعد عايشة مع ذا الزبالة الرمة تف تتحمل لين ولدت. خلاص الحين أنا حرة نفسي، أنا ولدت. انقلع، الله لا يردك، بقريح ياخذك ما يردك إن شاء الله. تتحمل لين ولدت. ظلمت بحياتي كلها، حتى منك يا نذل، حتى منك انظلمت بحياتي. يكفي الظلم اللي جاني بحياتي، حتى انت انسان نذل وحقير بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة انسان نذل وحقير. تحملت بما فيها الكفاية، تحملت لين وصلت حدت هنا، مرارتي انفقعت منك، ما عاد اتحملك اكثر، انت انسان قذر. كما هاجمت أميرة طليقها ووصفته بالخائن والكاذب والمريض النفسي، وقالت إنها نجحت في التخلص من علاقتهما، مشددة على أنها ما زالت عاقلة ولم تجن كما يتهمها بعض متابعيها بعد خلعها الحجاب. وقررت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر التعبير عن طلاقها من زوجها مشعل الخالدي بأسلوب مغاير، إذ أعلنت على الملأ أنها ستحتفل به بدلا من الحزن. ومن هالأحساس بيقولون أميرة أنت يمكن نزلة بالغلط. لا حبايبي، أنا بكل قواي العقلية منزلة، بكل قواي العقلية، وما يهمني أحد ولاني خايفة من أحد. أنا منزلة بكل قواي العقلية والحياة. ونشرت الناصر صك طلاقها كما ظهرت عبر حسابها في سناب شات اليوم الاثنين بفستان عرسها وهي تستمع لأهازيج حفلات الزفاف، معلقة: احتفلوا بطلاقي لأن هذا فستان صممه المصمم عبد الله لعيد زواجنا، وللأسف البسه بطلاقي، هذا مكانه. مضيفة: الدنيا ما توقف على أحد. واعتادت النجمة السعودية أميرة الناصر على إثارة الجدل، واضطرت العام الماضي إلى تقديم اعتذار لمواطني المملكة بعد نشرها مقطع فيديو لمجسم دراجة قالت عنه بطريقة ساخرة إنه يعود لسيدنا آدم، وهو ما أثار ضدها اتهامات بالإساءة إلى النبي آدم عليه السلام. يا هلا والله حبايبي، كيفكم؟ خلاص قررت أني أطلع كذا، حس أنه لايق علي كثير، كان ظالمني مرة الحجاب باللوك الجديد. طبعا الحجاب كانوا مسويني عجوزة. وغير هذا يا حبايبي، يعني بعد انفصالي بشكل رسمي أبى أشوف حياتي، صح؟ كفي من ظلمين بهذه الحياة. خلص أنا بعد انفصالي بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي، هو بطريق وأنا بطريق. عن حبايب قلبي، بعد انفصالي عن مشعل الخالدي انفصال رسمي وتام، ما تربطني فيه أي علاقة، وكان كل كلام وكذب بكذب على الموضوع اللي حصل،
وقفلنا على الموضوع ووصلنا للحد انه كل من راح بطريقه. وانا قررت اني اطلع لكم باللوك الجديد وبعيش حياتي ويومياتي معكم، لانه بالدنيا ما في لي احد غيركم. بس قررت اني اعيش حياتي لانه الحياة ما تسوى. ليه نموت ورا ناس ما تسوى؟ ناس ما تسوى نعال، ناس ما تسوى نعال، ليش نموت وراهم؟ صراحة أنا قررت إني أعيش حياتي. الحياة حلوة بس نفهمها. أوكي في ناس يقولوا لي ليش خلعتي الحجاب يا أمير؟ أوكي في ناس يقولوا لي ليش خلعتي الحجاب يا أميرة؟ ما أدري، أحس كذا أحلى. يعني أنا طبعا بالعكس توي أصحى، توي طبعا اللي يرسل لي في الخاص أميرة أنتي انهبلتي، لا يا حبايب قلبي ما انهبلت، بس نعال وطشيته من رجلي. يا كثر انعالات في هالدنيا، يعني مو بحاجة مهمة، يعني صراحة انعال وطشيته من رجلي وانتهت السالفة. بليز لا ترسلوا لي مجرد نعال وطشيته من رجلي، لا عاد ترسلوا لي نعلة مثلها مثل باقي النعولات، فلا تكبرون الموضوع يعني أكبر من حجمه بليز. الحياة حلوة بس نفهمها، نبي نعيش الحياة حلوها مرة. الحياة حلوة إنك تعطي إنسان أكبر من قدره وهو ما يستاهل، هو ما يستاهل، مجرد إنسان كذاب خاين قدار. ليش؟ مين اللي يسوى يعني؟ ناس كثيرة يقولون أميرة الدنيا ما تسوى، الواحد يعيش الحياة مرة ما يعيشها أكثر، فلا تزعلين نفسك. أقول لهم شكرا حبايبي، بس أنا ماني زعلة، ماني زعلانة، ماني بالعكس زعلانة. أبغير قصة شعري ما عجبتني، بغير اللوك الجديد، بغير الموديل، ما ادري بغير لون الصبغة رمادي، كنت اول صبغته رمادي. طبعا حبايب قلبي الحياة ما تسوى، نم رجلك كخلعة النعال تشيله برا عند الزبالة وتجيبين نعال جديد من ماركة احسن، لانه صراحة بعض الماركات ستوك من الصين. فغيرت تغير بحياتي كثير، ومنها الناس بيقولون أميرة أنت يمكن نزلة بالغلط. لا حبايبي أنا بكل قواي العقلية منزلة، بكل قواي العقلية، وما يهمني أحد ولاني خايفة من أحد. أنا منزلة بكل قواي العقلية والحياة مريض كان حاط فيني مرض نفسي، تحملته بما فيه الكفاية، بما فيه الكفاية. إنسان معقد، إنسان مريض، خلاص قلعة تقلعوا بقريح ما يردوا إن شاء الله، قلعة تقلعوا بقريح ما يردوا إن شاء الله. بعيش حياتي، بشوف حياتي، أقعد عايشة مع ذا الزبالة الرمة تف. تتحمل لين ولدت، خلاص الحين أنا حرة نفسي، أنا ولدت، انقلع. الله لا يردك بقريح ياخذك، ما يردك ان شاء الله. تتحمل لين ولدت، ظلمت بحياتي كلها، حتى منك يا نذل، حتى منك انظلمت بحياتي. يكفي الظلم اللي جاني بحياتي، حتى انت انسان نذل وحقير بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة انسان نذل وحقير. تحملت بما فيها الكفاية، تحملت لين وصلت حدت هنا، مرارتي انفقعت منك، ما عد اتحملك اكثر، انت انسان قذر، اتحملتك لين فقعتني. خاين قدار نذل كلهن متحملتهن مع بعض، كل وساختك متحملتها، اما الحدت هنا ما عد اتحملك. انقلع، الله لا يردك،
خلي الزبالة اللي من شكلك تجيك. غير دافنة نفسي بهالحياة مع ذا الزبالة، ليتو يسوى، ليتو يسوى المعفن ذا، ليتو يسوى قسما بالله. ما أدري على إيش يطلع عنك الحريم، على إيش يطلع عنك، على عفانتك، على زبالتك، على إيش يطلع عنك، ما أدري على إيش يطلع عنك قسما بالله. إذا كل الرجاجيل زيه بعمري ما عاد أتزوج، أقسم بالله بعمري ما عاد أتزوج. أنا من أول يعني قايل أني ما عاد أتزوج من يوم تطلقت منه المرة الماضية، لكن جبرت أني رجعت له بعد كذبه وبعد ترجيه وبعد ما دخل ليلى سلمان في الموضوع وترجع وباس ذي وباس ذي وباس ذي، تشوفونها باس ذي وذي، أقسم بالله باس هذه، أقسم بالله باس هذه وباس هذه عشان رجعت له، أقسم بالله العظيم. بعد كذب، بعد كذب، غير هذا كذب، اشبعوا كذب، خذوا كذب منه، كذب وقيرة وحسد غير طبيعيين، كل هذه خذوها منه. شكرا للي يرسلوا لي في الخاص يقولون أميرة شكرا لك على انصافك من مشعل القدر اللي ما يستاهلك ولا يستاهل نعالك. أقول لكم شكرا حبيبات قلبي، شكرا شكرا شكرا، أكيد هو ما يستاهلني ولا يستاهل نعالي ولا يستاهل أظفري أصلا. وبإذن الله أوعدكم، أوعدكم أنه كلامي تغير. كنت أقول الحرمة ما تعيش بدون رجال، الرجال سند لها، لكن أنا طلعت غبية وتافهة. الحرمة تعيش بدون رجال وتعيش أحسن، وهي أصلا شايلة الحياة، شايلة البيت وشايلة كل شيء عن 100 رجال، والرجال مجرد اسم في البيت، قذارة وساخة. تف على هالرجال، تف على هالرجال، تف مليون على هالرجال، دي الوقاحة والوساخة اللي فيهم. فكرة مو كل من رجال، كل من قال رجال رجال، مو كل من قال رجال رجال، رجال بفعالها، مو بس نقالوا عنه رجال وحاطلة شرب ذا رجال، وع من ذي رجال، وع من ذي رجال، وع مليون. قال رجال يا شيخ طير، بس رجال بفعالها. حقيقي يا أميرة كذا صرت تجنني، تجنني يا زبالة يا رمة، تبي تنشر على ظهري، راح مسوي دموع التماسيح في حسابك ومسوي كذب وأفلام، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت يا زبالة يا رمة، تبي تنشر على توقع شهرتك فيما فيه الكفاية، لحدت هنا يكفي، توقع شهرتك فيما فيه الكفاية، لحدت هنا يكفي، توقع شهرتك فيما تذوب يا تذوب يا كذاب يا كذاب. انت فارش لي الشقة ب80,000، انت واحد كذاب، انت عايش على حسابي، انت عايش على حسابي، ريال ما عندك ناتفك الفقر، لا تقعد تكذب وتقعد تسولف على حسابي. انا اللي معيشتك وانا اللي موكلتك وانا اللي مشربتك، والسيارة اللي راكبها سيارتي انا، وراح تجيبها زي الكلب طرق كذا، طرق بتجيبها جالس تنشهر على حسابي، جالس تسولف عشان تنشهر على حسابي، يا كذاب يا خاين يا نعال. انت واحد نعال، انت واحد نعال، الحين واحد يرفع مستواه لنعال، ينزل مستواه لنعال قصدي، انت واحد كذاب جالس تنشهر على ظهري الحين. انت تعرف اني انا ماني بحاجة متابعين، 600,000 عندي، بس انت يا نذل يا قذر يا وسخ عايش على ظهري، وعشان كذا انا طفشت، انا بغالي رجال يصرف علي، يكون راعي بيت، انا اجيب للولد الحليب، انا دافع المستشفى 22,000، انا كل شيء. من اخذتك ريال واحد ما دفعت ولا حاسبت، انا الرجال وانا الحرمة، ليش مخليتك عندي زيادة عدد؟ روح انقلع طير بس يا شيخ، بلا اثارة جدل بلا كذب، روح انقلع، روح خليك مع وسخاتك وغذراتك، هذا مستواك انت، مستواك مستوى الخيانة، انضاف ما يمشون معك. صلاة ما تصلي، خاف ربك، انت اصلا ما يتصلى عليك لما تموت، انت صلاة ما تصلي، انت انسان وقح، انت انسان قذر، انت انسان كذاب. صلاة ما تصلي، خاف ربك، خاف الله نخاف منه، ليش نخليه عندنا؟ اللي ما يخاف الله نخاف منه، انت انسان واحد ما تخاف الله، انت انسان ما تخاف الله. انا خاف على نفسي صراحة، انا انسان ما يخاف الله، خاف على نفسي، ومالك شغل بكشفة شعري، انا ابعيش حياتي،
ابى اخذ لي واحد رجال، ابى اخذ رجال مو عايشه مع شبيه الرجال. انا عايشه مع انسان شبيه الرجال يا ناس، يا ناس يا عالم، انا عايشه مع شبيه الرجال. هذا الانسان الوسخه الحين جالس يتكلم عشان ينشهر على ظهري، هذا الانسان جالس يتكلم علي عشان ينشهر على ظهري. حسبي الله فيك انت، حسبي الله فيك انت يا وسخ. وسيارتي راح ترجعها طرق، والله لا رجعها قصب عنك. السياره اللي راكبها سيارتي، والريال اللي تصرفه فلوسي. انت واحد طقوع ما عندك شيء. ناس يا ناس لا تصدقونه، هذا الكذاب، هذا الكذاب جالس ينشهر على ظهري، هذا الكذاب الوسخ القدر جالس ينشهر على ظهري، جالس يسولف هذه السوالف ويتحسب علي، ينشهر على ظهري. وانا عندي بند عشان التوثيق، عندي بند اصلا كذا كذا ماني متوثقة، يعني بعد 3 شهور عشان اقدر ارفع طلب. لا، البند جاني 6 شهور، فلا يقعد يكذب عليكم ويقول لكم عشان توثيق. اذا توثقت خلال 10 ايام هذه ايش تبون اعطيكم؟ انا رفعت طلب ونزلت مقاطع من التيك توك على السناب، وهذا ممنوع بخاصية السناب، بالتوثيق ممنوع، والكل اللي عندهم توثيق يعرفون هذا الشيء. وجاني بند على هذا الاساس، جاني بند عشان كذا انا ما اقدر اوثق. لا تصدقون كذبه. انا بعد 3 شهور عشان يشيلون البند عني، يعني كذا كذا انا ما اقدر اوثق بعد 3 شهور. والحمد لله عندي 600 الف متابع، ما احتاج هذا الشيء. لكن انا انسانه ابعيش حياتي، ابى اتزوج، ابى اشوف لي واحد يستاهلني. اسوي كل الكلام هذا بطش السالفه براسي عشان ينشهر على ظهري، لانه انسان وقح ما عنده سالفه، ما في احد معبره. وانا بقول لكم حبايب قلبي، هذا الانسان وسخ، لا تعطونه اكبر من حجمه، لا تعطونه ولا تروحوا له ولا ترسلوا له اصلا. انا انسانه بعيش حياتي، هذا الانسان ما احتاجه بحياتي. نعال طشيته بالرجلي، ليه ارجع له؟ نعال انا طشيته، انا اللي انا نزلت في سنابي وانا اللي طشيته، انا طردته مع الباب. هذا الباب انا طردته معاه، انا اللي طردته مع الباب. وعندي مقاطع الصوت، وعندي ما يثبت، عندي صوتيات كثيره لو يفتح فمه لانزلهن كلهن، قسما بالله لو يفتح فمه باي كلمه علي الا انزلهن كلهن. انسان خاين، خاين كذاب خاين، مو برجال. انا حاط لي واحد زياده عدد بالبيت، ليش؟ خير اقعد اصرف عليك؟ خير ان شاء الله، انا الرجال اللي انت، روح انقلع، روح طير، في مليون واحد يبوسون نعلي عشان ياخذوني، واركض وراك باسي عليك ومشتريتك، ما غير اصرف عليك واركبك احسن سيارات واحسن لباس. انقلع بس، الله لا يردك. وانا اقولها هنا قدام الناس كلها، انت تسمعني وتشوفني ادري انك انسان وقح وقذر ووسخ، وحسبي الله فيك. وعدك يا مشعل الخالدي، سيارتي اللي راكبها سيارتي البانوراما، وانت عارف هذا الشيء، اوعدك لنزلك منها وشم وخشمي هذا يشم الهواء، والله العظيم وعد لنزلك منها، والله لنزلك منها، ولخليك حافي زي الكلب تمشي، زي الكلب تمشي على رجولك زي ما كنت تمشي اول على رجولك. اقسم بالله لخليك حافي تمشي على رجولك، وما اكون انا بنت ابوي. فعلا انك انسان نذل وحقير، تدور الشهرة على ظهري؟ جالس تتكلم في سنابك؟ لو انك رجال وصادق قفلت سنابك وكتبت كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، مو جالس تتكلم وتثير الجدل دور متابعين من ورا ظهري. يا الخايس يا نذل، حسبي الله فيك، حسبي الله فيك، مو جالس تتكلم وتثير الجدل دور متابعين من ورا ظهري. فعلا انك انسان نذل وحقير، دور شو على ظهري؟ جالس تتكلم في سنابك؟ لو انك رجال وصادق قفلت سنابك وكتبت كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، مو جالس تتكلم وتثير الجدل دور متابعين من ورا ظهري. يا الخايس يا النذل، حسبي الله فيك، حسبي الله فيك، فعلا حسبي الله فيك. الإنسان هذا لما يكذب ويقول أنا ما عاد أرجع لها، أنا طاردتك زي الكلب مع الباب ذا، أنا طاردتك مع الباب ذا، شايتك زي نعوش شايتك، جالس تكذب بسنابك تنشهر على ظهري، ليش؟ أنا اللي طاردتك، ليه جالس تسولف علي وتنشهر على ظهري؟ ما جبنا طاري الحجاب وفك الحجاب تكذب وانت رايح، احنا ما جبنا الطاري هذا، جبنا طاري خياناتك وكذبك وقدرك يا قدار. اصل القدر من اطباعك، بدمك ماشي كذا، بالدم انت قدار، بس مو من الحين، من زمان سامحتك كم مره، لكن انت ما تستاهل المسامحه. فك الحجاب تكذب وانت رايح، احنا ما جبنا الطاري هذا، جبنا طاري خياناتك وكذبك وقدرك يا قدار. اصل القدر من اطباعك، بدمك ماشي كذا، بالدم انت
غدار بس مو من الحين، من زمان. سامحتك كم مرة لكن انت ما تستاهل المسامحة، انت انسان غدار. اللي ماذا بيك بحياتي؟